بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نعرض لكم بعض العينات التي في مختبري. طبعا مثل ما تلاحظون هذه بعض العينات التي درستها في المختبر. طبعا هذه عينة في قاية الجمال، عبارة عن بكتيريا أخذتها في أحد البرك المائية، وكانت يعني موضوع البحث شيق جدا مثل ما تلاحظون. واللي يحب يعني يستفيد من هذا البحث يعني راح يستفيد بنسبة كبيرة جدا. وأيضا في يعني مواضيع كثيرة جدا راح أعرضها لكم، فطريات الموجودة في البرك المائية والموجودة في الأنسجة والنباتات المتعفنة مثل ما تلاحظون.